الكريم الذي يحمل الكثير من الروحانيات والتجليات والكنوز على المستوى الشخصي الديني الصحي والروحي والنفسي وأيضا على المستوى الاجتماعي. في جعبتنا اليوم بالحلقة الرابعة العديد من الفوائد والنصائح بإذن الله تعالى ستكون مع ضيوفنا لليوم بالقسم الأول الأستاذة سارة الحواصلي التي ستحدثنا وهي أيضا أخصائية تغذية ستحدثنا أكيد بإذن الله تعالى عن عدة جوانب منها المشاكل التي يواجهها الصائم وكيف نتناول حلويات صحية في رمضان. أما بالقسم الثاني راح تكون بإذن الله تعالى ضيفتنا الأستاذة ياسمين يوسف وهي مؤسسة مشروع سلام حيث تم تسليط الضوء في هذه الحلقة على مهارة الصلابة النفسية وغيرها أكيد من النقاط. لكن قبل خلونا نطلع لفاصل صغير وبنرجع بعده لنبلش بأولى فقراتنا، لا تروحوا بعيد. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا ببرنامجنا معكم في رمضان وحلقته الرابعة. الحلقة اليوم مفعمة بالنصائح ومفعمة أيضا بالروحانيات لأنه موضوعنا دسم وخاصة في القسم الثاني. بقسمنا الأول رح نحكي عن موضوع مثل ما مهدنا له من شوي، موضوع الصيام، أهمية السحور، المشاكل التي يمكن أيضا أن يواجهها الصائم، وأيضا موضوع مهم ولا غنى عنه، لا غنى عنه أبدا أكيد بشهر رمضان المبارك. وأكيد كتار يلي عم يسمعونا ويشوفونا عم يقولوا قديش الحلويات عم تاخد جزء من نهارنا كونه نهارنا طويل، وأيضا الحلويات صايرة مطلوبة، يعني بيكون الواحد مشتاق ليأكل حلويات في السهرة ربما ما بين فترة الأفطار وفترة السحور. بإذن الله تعالى ضيفتنا الأستاذة سارة الحواصلي وهي أخصائية التغذية حتحدثنا بإذن الله عن موضوع الصيام، السحور في رمضان، وجبة السحور، أهمية هذه الوجبة بالنسبة للصائم وكيف يمكن بالفعل أن تسند صيامه في هذا النهار الطويل الذي يستمر بتركيا إلى أو إسطنبول بشكل خاص إلى ما يقارب 15 ساعة. أستاذة سارة جاهزة معنا؟ يسعد لي أوقاتك أستاذة سارة، جمعة مباركة. جمعة مباركة يا رب علينا وعليكم، رمضان كريم على الجميع وعلى الإسلام يا رب. آمين يا رب، إن شاء الله أيامك هيك كلها وصيامك مقبول بإذن الله وطاعتك مقبولة بإذن الله تعالى. أستاذة سارة مشان نفوت نحن مباشرة بالموضوع، حابين أول شيء بالبداية نحكي عن موضوع عن فكرة ووجبة السحور بشكل خاص، أهمية هذه الوجبة بالنسبة للصائم والصوم بشكل خاص في شهر رمضان. قبل ما نبلش الحوار سوا خلينا نطلع لنشوف تقرير قصير ونرجع مباشرة لنبلش حوارنا. وجبة السحور هي واحدة من أهم الوجبات الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك، إذ أكد الأطباء أن وجبة السحور تعتبر أكثر أهمية من وجبة الإفطار لأنها تساعد الشخص على تحمل الصعوبات أثناء الصيام، ولذلك وصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بها إذ قال في حديثه: تسحروا فإن في السحور بركة. وينجم عن تناول هذه الوجبة فوائد متعددة، فمن فوائدها أنها تنشط الجهاز الهضمي وتحافظ على مستوى السكر في الدم، كما تمنع الشعور بالتعب والإعياء والخمول والكسل، وتمنح الجسم القوة والطاقة اللازمة للعمل والدراسة وأداء العبادات وممارسة المهام اليومية خلال النهار. كذلك تحافظ وجبة السحور على توازن الجسم العام خصوصا في ساعات الصيام الطويلة. أيضا من المؤكد أن تناول وجبة سحور صحية متكاملة يخفف من الشعور بالجوع والعطش خلال الصيام، وفي المقابل فإن للسحور أهمية وقائية، فهو يحمي من أي مشاكل قد يسببها نقص الماء أو الطعام مثل الصداع والدوار والإمساك ومشاكل ضغط الدم والشعور بالإعياء، فلا تفوت وجبة السحور كي تحصل على صيام أسهل وصحة أفضل. عودة مجددا متابعينا، تابعنا سويا أستاذة سارة التقرير اللي عم يعطينا لمحة عن أهمية السحور وفوائد السحور بالنسبة للصائم. برأيك بداية هل هناك نقاط أكثر يمكن أن يقدمها السحور بالنسبة للصائم، إضافات لربما على النصائح اللي انعرضت في التقرير؟ هلا أكيد مثل ما ذكر بالتقرير وجبة السحور وجبة كثير مهمة
وخصوصي إنه الرسول عليه الصلاة والسلام وصي فيها، صلى الله فالسحور عليه وسلم. وسيلة نعم لازم نعمله. وبالنسبة للأشخاص اللي مثلا هم ما بيحبوا يتسحروا وما عندهم عادة هي السحور، فممكن إنهم يبلشوا بكم حبة تمر مع كاسة حليب مع كاسة موية، فهي كمان تعتبر وجبة سحور خفيفة منيحة كبداية، يعني أحسن ما إنهم بدون ما ياكلوا شيء. وبالنسبة للأشخاص اللي هم بيحبوا يتسحروا وعندهم هي يعني بيحبوا ياكلوا وجبة السحور، فأنا بنصح إنه هم يضيفوا لوجبة السحور بروتين، يعني مثلا بيض، جبنة، لبن، مثلا بروتين نباتي مثل الحمص وغيره، لانه البروتين بيطول للهضم بالمعده فبيعطينا شعور بالشبع لمده اطول، جميل. بالتالي ما بنضر كثير خلال فتره الصيام بنضر جسم نشيط. كمان لازم بوجبه السحور يكون في خضار، اهم شيء يكون في خضار خضراء مثل مثلا خس، بقدونس، نعناع، شبت، هدول كثير مهمين وجبة السحور لأنه عالين بالبوتاسيوم، بالتالي ما بيخلونا نقص كثير. وكمان ممكن نضيف موزة أو كم حبة تمر لحتى نحاول ناخذ أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية، وأكيد بنبعد عن الأملاح العالية مثلا الزيتون المالح، المخللات، الجبنة المالحة، المكبوس مثلا، هذول كلهم فيهم نسبة عالية من الملح، فممكن نحاول نبعد عنهم قدر الإمكان لحتى نخلي سحورنا صحي وبنفس الوقت يعطينا طاقة لحتى ما نتعب خلال فترة الصيام. ممتاز أستاذة سارة، التصنيفات اللي أعطيتينا بما يتعلق بأنواع الوجبات اللي لازم نحن ندخلها ضمن وجبة السحور، بالفعل أنا كان عندي رؤية أنه فقط يعني نحن لازم نتناول الشغلات اللي فيها بوتاسيوم أو اللي فيها، هلأ يعني ضويتي على نقطة مهمة وهي أهمية البروتين بوجبة السحور وكيف ممكن عن جد يدعمنا ويسند نهارنا. البروتين كثير مهم للجسم لحتى يعطينا طاقة ونشاط ولحتى ما يصير في عندنا خسارة عضلات خلال فترة الصيام. طيب استاذه ساره، اذا بدنا نحكي عن موضوع مهم وجبه السحور، هلا نحن انت عم تقولي انه في بعض الاشخاص ما عن جد يعني ما بتقدر تستنى لاذان الفجر لربما وممكن تتسحر مبكرا، انت شو هي التوقيت اللي بتفضلي انه يكون عن جد وجبه السحور يبلش الصائم او اللي بده ينوي الصيام يبلش يتناولها باي توقيت مثلا؟ هو افضل شيء مثل ما نحن متناوله يعني قبل اذان الفجر، هو يعني قبل اذان الفجر بشي نص ساعه او ثلث ربع ساعه بلش فيها، اذا بلشنا فيها كثير بكثير فهيك يعني بتنهضم الصلاه وما عاد نستفاد منها كثير، فنحاول ناخرها قدر الامكان قبل اذان الفجر يعني في وقت السحر، يعني قبل نص ساعه قبل ثلث ربع ساعه بيكون كثير مدة. طيب استاذه ساره، فيما يتعلق بموضوع العصائر او المشروبات او المياه بشكل عام، شرب الماء يعني قبل وجبه السحور، كمان كيف تنصحينا نوزع هي تناول او شرب المياه او شرب العصائر بشكل عام؟ وهل في انواع معينه من العصائر ممكن انه نشربها ونتناولها ما قبل وجبه السحور او اثناءها؟ هلا المياه نشربها مو بس خلال فتره السحور، لازم يكون من فتره الافطار لفتره السحور كلها هي نشرب فيها مي، يعني كل ساعه ممكن نحن نشرب كاسه مي او كاستين مي، لانه اذا اخذنا كميه المي كلها يعني كميه كبيره من المي كلها بفتره السحور فهيك الجسم ما بيستفاد منها وبيترحم، فنحن اذا بدنا الجسم يستفاد من المي فعلا لازم كل ساعه نشرب كاسه مي. وبالنسبه للعصائر ممكن ننصح بالعصائر الطبيعيه بشكل عام يلي نحن عاملينها بالبيت اللي ما لها جاهزه يعني ما فيها سكر مضاف ملونها، هدول العصائر ممكن الاشخاص يشربوها، بس هو الافضل انه نحن ناكل الفاكهه نفسها، يعني بدل ما ناكل عصير البرتقال ناكل البرتقاله نفسها لانه فيها الياف بتشبعنا اكثر، اما العصير ممكن نحن يعني نشرب كاسه عصير مصنوعه من زيت برتقالات مثلا فبتعطينا سكر اعلى وما بتشبعنا كثير لانه ما فيها الياف كثير، فاكل الفاكهه نفسها افضل من شرب العصير، بس اذا بدنا نشرب عصير ممكن نشرب اي نوع عصير طبيعي نحن بدون سكر اضافي وبدون ملونه. جميل جميل جدا هي هذا التوضيح. طيب استاذة سارة، هي صار في عنا رؤية واضحة فيما يتعلق بموضوع السحور وكيف شو هي أهم المشاريب العصائر أو حتى المأكولات والوجبات اللي لازم نركز عليها. ننتقل بقى لموضوع شائك صراحة ومقلق كثير من الأشخاص وهو موضوع الحلويات في رمضان، كثير أحيانا بتهف نفسنا يعني أو بتحتاج نفسنا لموضوع الحلو وخاصة بعد الإفطار وجبة الإفطار،
أنا بتابع صفحتك على الإنستغرام وحساباتك، بلاحظ أنه أنت بتركزي على الحلويات يلي هي صحية، فينا نقول خفيفة السكر، ربما بدون سكر مطلقا أو بمقادير معينة. نحكي شوي عن موضوع الحلويات هي الصحية إذا فينا نقول. هلا الحلويات برمضان عند كثير من الناس هي شيء اساسي، وخصوصي انه بعد ساعات الصيام الطويله بيكون صحيح. سكر الدم نزل، بدنا شيء يرفع لنا سكرنا. لهيك في انواع حلويات يعني ما بنشوفها الا برمضان، يعني طفت برمضان، مثل الوربات والقطايف وغيرها من الحلويات. والمعروف والناعم. تماما، كثير ناس متقبل عليهم لهدول الحلويات بيحبوهم يعني. نعم. فنحن ما فينا نقول انه هدول الحلويات يعني ممنوعه بشكل تام او انه ما ناكلهم، بس الكميات نحاول نختار انه ما ناكلها كل يوم، والكميه تكون قليله، يعني مثلا قطعه او قطعتين باليوم بيكون كافي يعني، ومو كل يوم ناكلهم. ومثلا اذا هدول الحلويات نحن بنحبهم كثير، فنحاول نختار الشيء الاقل ضرر، يعني مثلا بدال ما ناكل الحلو اللي مثلا فيه قشطه كثير، او مثلا اللي فيه عجينه وقطر كثير مثل العوامه، ممكن نختار الحلويات اللي فيها مكسرات اكثر. هل لانه المكسرات مفيده للجسم، فهيك حلو. بنكون نحن اخذنا فوائد المكسرات. او مثلا بدل ما نختار الحلويات المقليه، ممكن نختار الحلويات المشويه بالفرن، فهي بتضل ضررها اقل. كمان مثلا ممكن الحلويات اللي بيجي معها قطر اضافي، يعني مثلا مثل الكنافه، ما نضيف القطر اللي بيجي معها، نكتفي بس بالكنافه نفسها، يعني حلاوه الكنافه نفسها بدون ما نضيف عليها شيء ثاني. طيب وهلا كمان نحن سارة، بس أنا حابة بس استوضح، لأنه نحن يعني أكلنا اليومي إذا فينا نحكي شبه يوميا بنجيب برمضان قطعة معروق أو ناعم، لربما بجوز بتركيا ما كتير يعني ممكن الناس بيشتروه، لكن نحن تعودنا ببلادنا وخاصة بسوريا أنه نشتري دائما هذا قرص الناعم اللي هو عبارة عن رقائق وكمان في عليها دبس. هدول الشغلات العجين بشكل عام، هلا هو ممكن عن جد يكون مضر للصائم، يعني من ناحيه انه زياده الوزن لربما او عدم الفائده؟ هلا هو المعروف الكميات الكبيره منه اكله الدائم، يعني اذا اكلت مثلا المعروف كله طبعا هذا بيضر الجسم، بس مثلا اذا انا بحب المعروف كثير، مثلا ممكن بدال المعروف بالشوكولا اخذ المعروف بالتمر مثلا، او المعروف بالزبيب، يعني حاول نوع مو دائما حلو. الشوكولا، يعني هيك ممكن اعمل. الناعم كمان انه هو مقلي، فبس بضل ضرره اقل من يلي فيهم قشطه وهيك، ممكن اكل ناعم، بس هو المهم هون الكميات، يعني انه تكون الكميه مو كبيره وما تكون كل يوم. يعني انا لما مثلا انا اجى على بالي اكل شيء حلو، ممكن استبدل هدول الحلويات مثلا بالفواكه المجففه مثلا، او بالفواكه العاديه حتى، ممكن اعمل مع الفواكه المجففه بالمكسرات اعمل فيهم اكله حلو مثلا، ممكن نعمل كرات التمر ونغطسها مثلا بشوكولا مره بتكون كثير طيبه، او مثلا ممكن نعمل كوكيز بالشوفان ونحط له يعني. اي نوع والله يا فواكه. ساره بلشتي تشهينا على هدول الاكلات يعني، وتقلين ونتلمط صراحة، ويعني نقول انه والله لو هيك على وحشي قطعة صغيرة قريبة علينا هلا. يعني في كتير خيارات بالفواكه المجففة، ممكن نعمل أنواع حلو كتير منها. كمان ممكن إذا حابين نغير، ممكن نعمل أكلات بالحليب مثلا، مثل رز جميل. بحليب، محلاية، بالوظة، نعم هدول نعم. الأكلات بضل يعني أكلات الحليب السعرات الحرارية فيها قليلة، مو مثل الحلويات العربية اللي كلها قطر ودسم، صحيح. وبنفس الوقت فيها نسبة سكر، فهي يعني بتعطي الجسم السكر اللي هو محتاجه، وبتروح رغبة السكر اللي عنا أنه بدنا ناكل سكر. حلو كثير هذا الكلام. فهيك يعني انه اهم شيء الاتزان بالكميات، يعني ما نبالغ ومو ما كمان نحرم حالنا بشكل نهائي، يعني تماما. اهم شيء انه ناكل كميات بسيطه. سارة نحن رح نكمل أكيد معك، لأنه في مواضيع بالفعل لازم نتطرق لها بإذن الله تعالى، لكن خلونا نطلع متابعينا فاصل قصير ونرجع بعده لنكمل، خليكم. نختتم معكم عام 2020، وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد.
ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. عودة مجددا متابعينا، أكيد نحن بإذن الله تعالى مكملين مع الأستاذة سارة الحواصلي أخصائية التغذية. أستاذة سارة معي؟ تمام معك. تمام أستاذة سارة، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موضوع الحلويات وقديش ممكن تكون صحية خلال شهر رمضان المبارك، لكن خلينا ننتقل لموضوع ثاني له علاقة شديدة الثقة وشديدة الارتباط برمضان والحلويات، موضوع تخفيف الوزن أو زيادة الوزن. كثير من الأشخاص ممكن يقولوا أنه خايفين هن بشهر رمضان عم يكون فرصة لأنه ترتفع وتزيد أوزانه بشكل كبير، وفي بعض الأشخاص بالعكس بيصير معهم نحافة، يعني بيصير معهم زيادة في الوزن. تقييمك لهذا الموضوع من الناحية الطبية الصحية ربما؟
هلا صحيح، هلا زيادة الوزن بتصير بسبب تغيير العادات، يعني مثلا صاروا يناموا مثلا وقت طويل كتير خلال فترة الصيام، قلة الحركة، مثلا الحلويات الكتيرة، هذا كله بيسبب زيادة بالوزن يعني. فمشان هيك بيصير في ناس عندهم زيادة بالوزن خلال رمضان، مع انه هو رمضان فرصة كتير حلوة انه نحن نخسر وزن، يعني الناس اللي عندهم زيادة وزن فرصة حلوة انه احنا نخسر وزن برمضان اذا اتبعوا يعني بعض الشغلات، يعني ممكن يخسر وزن. يعني مثلا اهم نقطة للناس اللي حابة تخسر وزن برمضان انه الفطور تقسمه على مرحلتين، يعني ما نحط كل الاكل بالفرد مرة على صفرة الاكل. اول شيء بس نحط الشوربة والمي والتمر، بعدين بنقوم للصلاة، وبعدين بنرجع بنجيب باقي انواع الاكل، فهيك الاكل بضل بالمطبخ سخن ما بيبرد. وبنفس الوقت انا لما اشوف الاكل على الطاولة صعب انه نحن نقوم ونتركه، بالفعل فهيك بضل الاكل بالمطبخ يعني ما بعيد عن العين. يعني تمام. وكمان هي حلوة انه العيلة كلها تطبقها، يعني مو شخص لحاله يطبقها، يعني انه هي الشغلة مفيدة لكل الاشخاص، مو بس للاشخاص اللي بدها تخسر وزن، لانه نعمل الفطور على مرحلتين هيك نحن بنحضر المعدة لانه الا انه جاي وجبات تانية، لانه المعدة صار لها 15 ساعة صايمة ما في اكل، فاذا دغري جينا على الوجبات الدسمة بصير في عسر هضم، بصير في تلبك، بصير في نفخة، بصير في كتير مشاكل. فهيك نقسم الفطور على مرحلتين بيكون أحسن. فبجوز هاي العيلة إنه ما بتجتمع برمضان إلا ما بتجتمع على صفرة واحدة إلا برمضان، فحلو إنه سوا يعملوا تحدي جديد، يعملوا تجربة جديدة، إنه يحاولوا كلهم إنه بعد الشوربة يصلوا وبعدين يرجعوا على الأكل. هو ممكن هم يعني يجربوها نعزز طقوس وروحانيات وتجليات رمضان بهذا بهي التصرف او بهذا الفكره والانتقال بين انه الفطر، يعني نفطر على السريع نرجع نصلي نرجع نبلش بقى وجبه الفطور. يعني صحيح طيب ساره، انا هون بس بدي بس اسال سؤال، موضوع يعني متابع هو طبعا لموضوع وجبه الفطور، ممكن موضوع انه نحن نعدد بالاكلات، يعني مثلا بتلاقي الناس طابخين الشاكريه الفاصوليه ولا ربما انواع ثانيه من المعجنات، موضوع تنوع الوجبات كمان ممكن يساعد هذا بزياده الوزن؟ أكيد هذا من أهم العوامل اللي بتكون بتزيد بزيادة الوزن، لأنه لما الشخص يشوف في على الطاولة أصناف عديدة فهو رح يشتهي ياكل منهم كله، نعم فبده يجرب هذا ويجرب هذا، فهذا بصير إنه بتكبر المعدة أكثر وبيزيد حالات السمنة يعني. فنحن لازم نحاول إنه نخليها مثل الأيام العادية، يعني اللي برات رمضان، بس نضيف بعض الأصناف الخفيفة، يعني مثلا شوربة، سلطة، برك أو سمبوسك، بس يعني نحاول البرك والسمبوسك ما تكون مقلية، نحاول انه نخليها مشوية قدر الامكان. حلو. واذا الشخص كتير بحبها مقلية ممكن ياكلها مقلية مرة بالاسبوع، بس الغالب تكون مشوية يعني. وطبق السلطة طبعا كتير مهم واساسي، يعني فينا ننوع مثلا مرة سلطة عادية، مرة تبولة، مرة فتوش، يعني نحاول حتى ناخذ فوائد كل انواع الخضار، ننوع بالسلطات قد ما بدنا. حلو. طيب الشق الثاني من السؤال هو انه الناس اللي ممكن تخسر وزن برمضان، هدول كيف فينا نحن نساعدهم لحتى انه يضلوا مثابت وزنهم، يعني بحيث او ممكن بالتالي يزيدوا شوي، شو بننصحهم هون؟ هلا الاشخاص اللي حابه تزيد وزنها برمضان اهم شيء انه هي على وجبه الفطور ما تكتر كتير سوائل، لانه هي اصلا معدتها صغيره، فاذا اكلت شوربه واكلت وشربت وراهم مي وعصير وهيك فبتعبي معدتها سوائل وما عاد تقدر تاكل الوجبات الرئيسيه. صحيح. فاذا هي مثلا بتحب الشوربه ممكن يشربوا نص زبديه مو اكثر من هيك، ويشربوا مثلا كاسه المي على دفعات مو على دفعه واحده. وكمان هدول الاشخاص لازم ياكلوا وجبه مثلا بين الفطور والسحور، ما يضلوا ساحبينها بدون شيء. ممكن كل ساعتين ياخذوا وجبه خفيفه صغيره بس غنيه بالقيمه الغذائيه، يعني ممكن يساووا كوكتيل موز وحليب وفريز، ممكن بدال الفريز يحطوا كتير حلو. تمر، ممكن يحطوا عسل، ممكن يحطوا افوكادو او زبده الفول السوداني، اي شيء هن بحبوه، فممكن انه كاسه صغيره بس هي قيمتها الغذائيه عاليه. جميل. كمان وجبه السحور لهم كثير
كثير ضرورية. ممكن هن يعملوا مثلا بيض مخفوق يحطوا معه سبانخ أو خضر أو أي نوع هن بيحبوه من الخضار، يضيفوا عليه جبنة أشقوان، حليب أو طحين، ويعملوا كب كيك بالفرن. بتطلع يعني حجمها صغير، بس يعني الكب كيك هاي الوحدة غنية كثير بال يعني فيها كل العناصر الغذائية صحية تماما، صحيه بنفس الوقت. فهيك هن يعني بيكونوا اكلوا كميه صغيره بس يعني غنيه بالمحتوى وفيها كثير عناصر غذائيه. صحيح. فهي النصيحه اللي انا بقدم لهم اياها، انه كل ساعتين يحاولوا ياكلوا شغله صغيره بس يعني غنيه بالعناصر الغذائيه لحتى ما يفقدوا وزن، بالعكس يكسبوا وزن. ممتاز ممتاز. وصلنا للب سؤال حلقتنا وموضوع حلقتنا، وهو علاج مشكلة الإمساك اللي كتار من الصائمين بلشوا يعانوا منها، أو لربما لاحقا ممكن يواجهوها ويعني يتعكر صفو يومهم. نحن كيف ممكن نساعدهم؟ الحلول اللي بتساعد على تخفيف من هاي المشكلة وحتى يعني أنه تخلص منها مباشرة؟ صحيح، مشكلة الإمساك كتير بتواجه كتير من الصائمين، وأهم أسبابها قلة الحركة، يا خلال الصيام إنه ما في حركة كتير، يا أما بعد الفطور مثلاً ما في إنه على التلفزيون أو على المسلسلات أغلب الوقت. كمان مثلاً قلة أكل السلطات والفواكه، يعني مثلاً طبق السلطة، السلطة لأنه غنية بالألياف، هي الألياف بتساعد كتير بحل مشكلة الإمساك. كمان مثلاً بعد الفطور ما بياكلوا فواكه، بياكلوا حلو وقطر وهيك، فهذا بيزيد مشكلة الإمساك. فالحل انه نحن نزيد الحركه بخلال فتره الصيام، بعد الافطار كمان صلاه التراويح هي كمان تعتبر نوع من انواع الحركه فضروريه كثير. ممكن بعد صلاه التراويح كمان نعمل رياضه خفيفه، نشرب مي كل ساعه، نشرب مي على يعني كميات منيحه، نشرب مي نحاول قدر الامكان. طبق السلطه مثل ما قلت دائما لازم يكون، الفواكه دائما نحاول ناكل فواكه مجففه او فواكه عاديه، ما بتفرق مثل ما بفضل الشخص. فهدول الشخص التزم فيهم وطبقهم كل يوم كل يوم، بدغري بيلاحظ الفرق وبيلاحظ انه مشكله الامساك عنده خفت بشكل ملحوظ. جميل للغايه ما شاء الله استاذه ساره. انا حابه قبل ما نختم تعطينا هيك مثل سلسله متتابعه للخطوات اللي لازم الصائم يبلش يعملها، ابتداء من السحور ووصولا للسحور، يعني من السحور للسحور اذا فينا نحكي. هلا اهم شيء يبلش بوجبه سحور متوازنه، ما فيها كثير نشويات، ما فيها كثير سكريات، لانه السكر كثير كمان بيعطش. وجبه سحور متوازنه ممكن يكون مثلا توست، سندويشه جبنه مع خضار، مثلا مع كاسه حليب مع الجبن. نركز على دائما عم تركزي عم بسمعك انه على الخضار او الشغلات اللي فيها يعني مي، كان لانه يمكن الجبنه بتنشف احيانا، انا هيك حسب ما بعرف بتنشف الدم. طبعا الخضار كتير ضرورية لأنه فيها فيتامينات وفيها معادن وفيها مي كمان وفيها ألياف، فما بصير معه مشكلة إمساك. والجبنة لأنه نوع من أنواع البروتين، ممكن بدال الجبنة يستخدم أي شيء نوع بروتين هو بيحبه. ممكن بيض، ممكن لبنة، أي شيء، ممكن مسبحة مثلا، حمص، فول، أي نوع هو بفضله يعني. من أنواع البروتين، بس المهم أنه يكون في بروتين وتكون وجبة متوازنة قدر الإمكان. ونشرب طبعا مي، بس مثل ما قلت مو كميات كثير كبيره. بعدين بوجبه الافطار اهم شيء يكون على مرحلتين مثل ما قلت. اول مرحله بنشرب شوربه، ونحاول الشوربه تكون مو من انواع الشوربات اللي فيها كريمه كثير، يعني مثل شوربه الفطر، شوربه الذره، هدول فيهم كثير كريمه فيعني بيزيدوا الوزن. اذا الاشخاص كثير بحبوها ممكن يعملوا نص كريمه نص حليب، او ممكن يعملوها كلها حليب مثل ما هم بفضلوا. ومع طبق السلطه ممكن مع قطعه برك او قطعتين برك مثل ما هن بحبوا، سمبوسه. وبعدين بياكلوا الطبق الرئيسي، وكمان الطبق الرئيسي نحاول يكون متوازن، يعني يكون شامل للبروتين وللنشويات وللخضار، يعني حتى نعوض النقص اللي صار خلال فترة الصيام. رائع. نحاول ناخذ كل الفيتامينات والمعادن من هي الوجبة. جميل ما شاء الله. لأنه الجسم نقصه كثير شغلات خلال فترة الصيام، خصوصي بأنه أيام متتالية عم نصوم، فلحتى نعوضه وما يصير معنا نقص فيتامينات ضروري تكون وجبة الفطور متوازنة. نعم أستاذة سارة، أنا بدي أشكرك جزيلا على هالمعلومات الرائعة بالفعل اللي استمتعنا فيها صراحة. الأستاذة سارة الحواصلي أخصائية التغذية، شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله صيامك مقبول وإفطارك شهي بإذن الله. وإن شاء الله.
وانتم بألف خير، شكرا كثير على المقابلة الحلوة. أهلا وسهلا فيكي. متابعينا، هي كانت فقرتنا لليوم، فقرتنا الطبية والصحية. هلأ صار الوقت لنطلع لفاصل، دقت الساعة وبنرجع بعده لنتابع بفقراتنا، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. انت رفيقة عمري ودربي، انا كلها عربي، انت الكلمة
تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. أهلا وسهلا فيكم متابعينا متابعي برنامج معكم في رمضان، حلقتنا الرابعة وقسمنا الثاني من الحلقة ابتدى بحلقتنا هي. وقسمنا هذا رح نحكي عن جانب مفيد ومهم، وبالفعل هو مشروع توعوي وتثقيفي مهم للغاية وبيفيدنا، بيفيدنا بالفعل نحن وخاصة في أيام شهر رمضان المبارك. رح نحكي عن موضوع كيفية اكتساب العديد من المهارات في شهر رمضان. بالأمس تطرقنا لهذا الموضوع من الجانب النفسي ومن الجانب الاجتماعي مع الدكتور عمر النمر. اليوم رح نحكي عن المهارات التي يمكن أن نكتسبها ونستلهمها من خلال أسماء الله الحسنى، وهو لب مشروع سلام. مع أكيد رح نتحدث من خلاله مع مؤسسة مشروع سلام الأستاذة ياسمين يوسف. يسعد لي أوقاتك أستاذة ياسمين. أهلاً وسهلاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتي بخير. وحضرتك وكل مشاهدينك بخير. حبيبة قلبي الله يسعدك يا رب ويعطيك ألف عافية. كيف صيامك إن شاء الله تمام؟ الحمد لله. هو المفروض ان هو ما يكونش سهل، فهو مش سهل، بس هي دي الحكمة يعني. صحيح، الحمد لله. على كل حال الله يتقبل منا صيامنا وطاعتنا بإذن الله تعالى. أستاذة ياسمين، بالبداية أنا لمحت قلت أنه نحن فينا نكتسب مهارات ونستثمر مهارات جديدة بحياتنا العملية من خلال شهر رمضان المبارك وعن طريق أسماء الله الحسنى. بالبداية حابة بس نبذة سريعة عن مشروع سلام اللي هو بيتطرق بالأساس لهذا الموضوع. بالتأكيد، هو مشروع سلام برنامج صحة نفسية متكامل بفضل الله، مبني على العلوم الإنسانية وعلى تحديدا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالأسماء الحسنى. لأن الحقيقة لما كنت بعمل البحث عن كيف نصل للصحة النفسية، وجدت أن من أهم الأشياء اللي لازم نبنيها هي منظومة القناعات ومنظومة القيم ومهارات الذكاء العاطفي اللي بتسمح لنا نحول هذه القناعات والقيم النظرية إلى تطبيقات عملية في حياتنا. فالحقيقة من أجمل الإضاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى هداني بها هي أن أسماء الله الحسنى ممكن تكون هي مصدر لهذه القيم وأيضا لاستلهام هذه المهارات والتطبيقات أيضا. رائع، جميل للغاية. طيب أستاذة ياسمين، طالما نحن عنا مفتاح لربما أنه نكتسب فيه مهارات جديدة، وعن طريق لربما أسماء الله الحسنى بعظمتها نحن دائما منرددها بشكل يومي، هل يمكن لهذه المهارات أن نفعلها بشكل أكبر من خلال شهر رمضان المبارك؟ بالتأكيد بالتأكيد. هو الحقيقة إحنا لو فكرنا في العبادات كلها تقريبا هنلاقي إن إحنا اللي بنستفيد منها. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا لصيامنا ولا لصلاتنا ولا لأي شيء، لكن الاستفادة لينا إحنا على أكثر من صعيد، منها الجانب النفسي والإطمئنان والهدوء والسكينة. لكن الحقيقة كمان المهارات اللي هي بتخلينا نتحكم في النفس ونقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره، زي مهارات اللي هي مهارات طبعا التحكم في النفس، لكن المهارة الأساسية اللي احنا معنيين بها جدا في مشروع سلام هي المقاومة والصلابة النفسية اللي هي الريزيلينس،
والريزيلينس او المقاومه والصلابه النفسيه دي هي العمود الفقري للحياه الطيبه او للويل بينج او جوده الحياه في علم النفس الايجابي. طيب خلينا استاذ ياسمين، من اهم المهارات يعني بالفعل نشرح كلمه الصلابه او المقاومه والنفسيه بنفس الوقت، ما هو الرابط بين هذا المصطلح اللي طلع؟ تمام، هو الحقيقه زي بالظبط الانديورنس بتاع الجسم، الانديورنس اللي هو لما حد مثلا يكون بيتدرب علشان يبني قوه عضلات الجسم وقوه تحمل الجسم، ان هو يقدر يسد معاكي زي ما بنقول في المواقف، وانك تشيلي اشياء وانك تعملي جهد عضلي قوي، فبنفضل نمرن في العضلات علشان خاطر الانديورنس ده او قوه تحمل الجسم تبقى اقوى. تمام. فممكن نطبق نفس المفهوم ده على النفسيه، ازاي احنا نمر بهذه الحياه بكل التحديات بكل المصاعب اللي احنا محتاجين نمر بيها علشان نحقق اهدافنا، لان مش دايما بس لازم نركز على حل المشكلات، لكن ايضا على ان احنا عايزين نحقق اهداف، وعلشان نحقق الاهداف دي وننجح ونفلح في هذه الحياه محتاجين نمر بمواقف صعبه ونزيد من قوه تحملنا ونتعامل مع الناس، ومحتاجين صلابه نفسيه معينه. لازم نتمرن على هذه المهارات ايضا عشان نقوي الصلابه النفسيه والمناعه النفسيه والمقاومه، والا هيكون نتيجه الامراض النفسيه والاستسلام والانهيار والاكتئاب وغيرها من النتائج الغير محموده اللي بنشوفها. طيب استاذه ياسمين، كثير هلا من اللي عم يسمعونا عم يقولوا، خاصه احنا بلشنا بالمقدمه عن مشروع استلهام المهارات من خلال اسماء الله الحسنى، لربما مهارة الصلابة النفسية أو المقاومة النفسية يلي هي بتفيدنا أصلا بصحتنا النفسية كصائمين، لربما يسألوا من وين إجت، من أي اسم من أسماء الله الحسنى هي المهارة يلي لازم نحن نعززها بأرواحنا ونفوسنا. تمام، السؤال جميل جدا، والأسماء الحسنى كلها فيها إضاءات متداخلة ومتفاعلة، لكن لو حبينا نخصص اسم معين، الاسم اللي بيبرز في ذهني جدا هو اسم الله الصبور. والصبر الحقيقة عايزين نبصله من منظور جديد شوية، هو مش جديد وقتا، ولكن الشائع عند الناس ان الصبر ده فقط ان انا افضل منتظر لشيء يحصل او انتظر لحد ما شيء يمر، ازمه تمر مثلا. لكن الحقيقه لو بصينا لمعنى الصبر مثلا في اللغه، هنلاقي ان لو نظرنا النبات الصبار مثلا، نبات الصبار بتلاقيه بينمو في بيئه قاسيه جدا، جفاف في الجو، التربة، ندرة المياه، حرارة الشمس العالية أو الحارقة، الرياح وغيرها من التحديات، ومع ذلك النبات ده بينمو وبيزهر وبيزدهر. هي دي الفكرة، الفكرة في الصبر هي إن إحنا إزاي مهما حصل حوالينا وحتى التحديات الداخلية والمشاعر اللي بنواجهها، إزاي نقدر نستمر ونزدهر وننمو رغم كل هذه التحديات والصعوبات. حتى في علماء المسلمين بيقسموا الصبر إلى ثلاث محاور، الصبر على المقدور، شيء حصل، كارثة حصلت، تحدي حصل، أنا ما عنديش تحكم فيه فلازم أقاوم ويبقى عندي صلابة في مواجهته. الصبر على عن المحظور، ففي شهر رمضان مثلا اشياء كثيره، طبعا في محظورات كثيره، ولكن لو هنتكلم على في الصيام في محظورات كثيره. نعم. والصبر على المأمور ايضا، اللي هو ان يكون عندي هدف واشياء ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها، واصبر واقاوم واتحمل علشان احققها. جميل. فالحقيقه مفهوم الصبر مفهوم جميل جدا، وشهر رمضان اكيد من اهم الشهور اللي بتعلمنا الصبر. نعم صحيح استاذه ياسمين، نحن رح نتابع مع حضرتك اكيد ونتعمق أكثر بهدول التفاصيل، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وأهمية إسقاطهم على شهر رمضان المبارك كصائمين نحن في هذا الشهر، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني وبنرجع بعده لنتابع، خليكم معنا متابعينا. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد.
ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. وسهلا فيكم عن جديد متابعينا، وصلنا لآخر فقرة ببرنامج معكم في رمضان. سؤالنا أستاذة ياسمين، سؤالنا الأخير اللي حابين نحكي فيه، العديد من أسماء الله الحسنى 99
اللي لازم نحن بالفعل نتمسك فيهم ونكون عم نعمل فيهم بحياتنا اليومية وبأيامنا. هل يمكن أن يكون اسم آخر من أسماء الله الحسنى غير اسم الصبر والصبور؟ اسم الله الصبور، هل يمكن أن يكون هناك أسماء أخرى لها دلالة أو علاقة قوية بمفهوم أو مهارة الصلاة النفسية؟ بالتأكيد بالتأكيد. يعني مثلا لو نظرنا إلى أسماء الله الحسنى، المانع، المؤخر، القابض، الخافض، المذل، اللي هي كلها فيها معاني منع النفس، وحتى القهار والجبار، قهر المشاعر وقهر الرغبات، ومنع النفس من الحاجات اللي احنا بنشتهيها، والقبض على زمام الأمور، وتأخير الحصول على المتع للحصول على أهداف مستقبلية. كل دي معاني موجودة في الصيام ومهارات احنا محتاجينها في حياتنا اليومية. والحقيقة المهارات دي الجميل فيها ان هي بتنتقل تأثيرها معانا من فقط مهارات بنستعلمها اثناء الصيام الى المهارات الحياتية اليومية تماماً. اللي هي بتنتقل معانا في تعاملاتنا وعلاقتنا يوميا. أليس هناك اسماء اخرى غير اسم المانع لربما؟ نعم، يعني ذكرت اسم الله القهار، اسم الله الجبار، اسم الله المؤخر. والحقيقة احنا في دراسات علم النفس عملوا تجربة شهيرة جدا في جامعة ستانفورد في السبعينات، اللي هي عن التأخير الثواب، delayed gratification. فاسم الله المؤخر بيأتي لذهني جدا كل ما أقرأ هذه الدراسة، اللي هي ان هو شافوا تأثير ان الأطفال مثلا لما يعطوهم قطع الحلوى ويقولوا لهم ما تاكلوش منها دلوقتي، لو انتظرتوا دقائق أو 40 دقيقة هنديكم قطعتين بدل قطعة واحدة. ورأبوا الأطفال فعلا، والأطفال في أطفال أخذوا القطعة الحلوة فورا، وفي أطفال انتظروا 40 دقيقة. وتابعوا الدراسة بعد 14 سنة، تابعوا نفس الأطفال، مجموعتين الأطفال دول، وجدوا أن الأطفال اللي كان عندهم تحكم وإرادة وأخروا الحصول على هذه المتعة أصبحوا أفضل في حياتهم، وتحكموا أكثر في حياتهم أكاديميا وعلاقات وعلميا وكل شيء. فمهارات المنع والتحكم والتأخير والقهر والجبر من هذه الأسماء الحسنى الجميلة في حياتنا، الحقيقة هي سبيل النجاة وسبيل النجاح والفلاح في الحياة أيضا، لأن أثرها بينتقل في حياتنا. رائع ما شاء الله أستاذ ياسمين، بالفعل نحن مستمتعين بهذا الحوار للغاية، وهذه الأسماء العظيمة التي يجب ليس فقط أن نؤمن فيها وإنما نعمل فيها بحياتنا اليومية وبتصرفاتنا وسلوكياتنا، وليس فقط أيضا في شهر رمضان أنه تتجلى هي القيم بأرواحنا وبنفوسنا وبتعاملاتنا، وإنما خلال باقي الأيام. أنا بالختام بدي أشكرك أستاذة ياسمين يوسف، مؤسسة مشروع سلام، شكرا جزيلا لك على كل هالاستفاضة بالشرح والمعلومات المهمة. شكرا ليكي ولجمهورك، رمضان مبارك علينا وعليك يا رب. شكرا جزيلا لك متابعينا، هي كانت حلقتنا لليوم اللي ضوينا فيها على نقاط متعددة، سواء بالجانب الصحي، الحلويات في رمضان، مشاكل التي يواجهها الصائم، وأيضا اليوم كنا عم نحكي عن المهارات التي يمكن أن نكتسبها في خلال شهر رمضان المبارك من خلال أسماء الله الحسنى. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله لقائنا حيتجدد الأسبوع القادم بمواضيع كثيرة كمان بتهمكن، وبإذن الله ضيوف مميزين. تبوا بألف خير، كنت معكم أنا هلا الملاح، كل الشكر لكادر مسك، وإلى اللقاء. بالهم